يا مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من برنامج الترند. حلقة النهاردة حلقة مهمة جدا، لأن هي بتسبق مباراة القمة ما بين الأهلي والزمالك اللي هتتلعب بعد 3 ساعات بالظبط من دلوقتي، ميعادها الساعة 8 على استاد الأهلي والسلام، وهي مباراة النادي الأهلي. كل التوفيق للمارد الأحمر إن شاء الله، بإذن الله مباراة تكون كبيرة ونتيجة جيدة وثلاث نقاط جديدة في مشوار النادي الأهلي نحو استعادة هذا اللقب الغالي للنادي وجماهيره. عندنا كواليس كتير قوي قوي بتتعلق بما قبل هذه المباراة تحديدا، وهنقول لحضراتكم على كل كبيرة وصغيرة بتخص النادي الأهلي وآخر الاستعدادات والتحركات لهذه المباراة، فتابعونا لحظة بلحظة من خلال فقرات الحلقة المختلفة. ننتظر دايما تواصل حضراتكم معنا من خلال سؤال حلقة النهاردة، والسؤال بيتعلق بالمباراة. بكل تأكيد توقعات حضراتكم إيه لنتيجة مباراة اليوم، وكمان مين اللي يسجل الأهداف بإذن الله من النادي الأهلي. طبعا نادي الزمالك نادي كبير ونادي محترم ومباراة صعبة بكل تأكيد، لكن كل أهلاوي يتمنى فوز فريقه وكل زملكاوي يتمنى فوز فريقه. المهم إن المباراة تخرج بالشكل اللي يليق بالفرقتين، وبإذن الله يكون الانتصار لأصحاب الرداء الأحمر بإذن الله تعالى. هننتظر تواصلكم معنا من خلال صفحات القناة المختلفة على السوشيال ميديا، فيسبوك تويتر وإنستجرام. لكن أكيد في عناوين مهمة للحلقة، تعالوا نشوفها. في ترند الأهلي، الليلة القمة 124 بين الأهلي والزمالك، وكمان تركيز كامل داخل معسكر الأهلي استعدادا للقاء، وأخيرا كاف يختار المغرب لاستضافة حفل جوائز الأفضل 21 يوليو القادم. طيب، يعني دي أهم وأبرز العناوين، لكن النهاردة خلينا نقول أهم مباراة هي مباراة الأهلي والزمالك، هتتلعب الساعة 8، هي أهم مباراة اليوم. يعني بما أننا كل يوم بنعرض لحضراتكم أبرز المباريات على مدار اليوم، لكن هو ده الماتش الوحيد النهاردة، وهو الماتش الأهم والمرتقب والمنتظر بكل تأكيد ما بين أكبر فرقتين في مصر والشرق الأوسط. إن شاء الله الأهلي يكون موفق في هذه المباراة رغم صعوبتها. وناس كتير تتكلم على ظروف الزمالك والغيابات وكلام من ده، بشوف دايما ان ده مش مقياس اطلاقا اطلاقا قبل اي مباراه للقمه، وهنتكلم بتفاصيل اكتر في الجانب ده تحديدا. بس خلينا نروح لفاصل الاول، بعد الفاصل كل الكواليس استنى. اهلا بحضراتكم مره ثانيه. قبل ما استفيض في الحديث عن كواليس مباراه القمه النهارده وقبل انطلاق هذا اللقاء الهام، خليني بس اتكلم في بعض الامور الهام في الحقيقه. امبارح شفنا طبعا الفيديو والناس كلها شافته بتاع الطفل اللي راح اختبارات نادي الاسماعيلي وقلعوا التيشيرت بتاع الاهلي عشان ما ينفعش يدخل يتمرن او يختبر بالتيشيرت ده. للاسف في مظهر مؤسف جدا ما نتمنهوش اطلاقا، وخصوصا ان دايما العلاقات كويسه ما بين مختلف الانديه. ممكن يكون على المستوى الجماهيري بيبقى في بعض التوتر في العلاقه، لكن في نفس الوقت حاجة للأسف سيئة جدا. وأنا عجبني قوي إدانة الكابتن حسني عبد ربه نجم نادي الإسماعيلي وأحد أبرز النجوم في تاريخ الكرة المصرية في الحقيقة في مركزه، اللي أدان جدا جدا اللي حصل وقال إن ده كلام ما ينفعش وطبيعي جدا الولد لو جاب تيشيرت الأهلي أو أي نادي تاني ينزل يختبر عادي يعني. فللأسف الشديد ده كان يعني مشهد مؤسف للغاية. أنا مش عارف حتى الراجل اللي كان بيتكلم معاه ليه كميه الغل دي، يعني ليه كميه الغل اللي انت صدرتها للولد يعني، وايه كميه التعصب اللي انت بتحاول تخلقها في اطفال لسه صغيرين يعني. ايه ليه يعني، عشان ايه، ايه اللي جرى يا ابني، ايه القصه يعني. موضوع عادي جدا، وياما ياما انا واحد كنت مراسل في قناه الاهلي كنت بنزل اغطي الاختبارات، وكنت بشوف والله العظيم مش مبالغه وحياه ربنا بجد، كنت بشوف ناس اطفال جايين بتيشيرتات الزمالك عادي بيختبروا عادي عادي ولا حد بيكلمهم خالص. يعني نادي الزمالك نادي كبير ومحترم، ناس جايه بتيشيرت الاسماعيلي وناس جايه بتيشيرت المحله وناس جايه بتيشيرت كل عادي جدا جدا. فللاسف مشهد كان مؤسف، لكن الاهلي كان حريص جدا على يعني محاوله في التواصل مع الولد لو حابب يجي يختبر في النادي الاهلي. وبالفعل الكابتن خالد بيبو كان يعني عايز كده، لو هو مدير قطاع الناشئين في الحقيقه يعني، ولفته طيبه جدا منه وراح النهارده الولد اختبر في النادي الاهلي. ودي صور ليه اللي حضراتكم شايفينها على الشاشه اثناء الاختبارات، واختبر النهارده في النادي الاهلي بنفس التيشيرت الاحمر تيشيرت قفشه. وبالمناسبه كمان هو اجتاز الاختبار الاول، اجتاز الاختبار الاول، هو النهارده نجح في الاختبارات
تمام، فهيبقى عنده اختبار تاني يوم الجمعه اللي جايه باذن الله برضه في مقر الاهلي في مدينه نصر او فرع الاهلي في مدينه نصر اللي هو المكان اللي بيبقى فيه الاختبارات. هو ده الولد، وراح هو ووالده واعتقد اخوه كان معاه يعني، والولد نزل بمنتهى الشياكه والاحترام اللي في الدنيا ونزل اختبر والدنيا مشيت الحمد لله، وفق النهارده بشكل كبير وتم اختياره، وهيكون موجود في المرحله اللي جايه من الاختبارات اللي هتكون يوم الجمعه. وده يعني او دي لقطه من حديثه مع الكباتن الموجودين وابرزهم طبعا الكابتن خالد بيبو مدير قطاع الناشئين في النادي الاهلي. فنتمنى له يا رب كل التوفيق، ونتمنى كل الناس اللي نفسها تلعب كوره وعندها الموهبه باذن الله تكون موفقه في الاختبارات، وباذن الله يكون ليها دور في الكره المصريه فيما بعد، يعني يعوضونا على الايام الصعبه اللي احنا بنعيشها دلوقتي. بصراحه هم المستقبل، وهم باذن الله باذن الله يجيبوا لنا بطولات والقاب ويحققوا لنا احلام كتير جدا عند الشعب المصري. فبالتالي انت لازم ان انت الاجيال دي تربيها على الروح الرياضيه الاول، ولازم ان انت تساندها وتدعمها وازاي تهيئها لمستقبل يكون جيد سوي، مستقبل جيد وسوي، ما يكونش مليء بالتعصب ولا بالشحن ولا بالامور اللي احنا بنشوفها دي. فنتمنى لهم يا رب كل التوفيق. لكن في المقابل عشان الناس ممكن تكون شايفه ان انا ببالغ شويه او بتكلم بمبالغه شويه، ان في ناس بتروح بتشيرت الزمالك اختبارات الاهلي جوه النادي الاهلي، لا انا هوريكم صوره دلوقتي لاحد الاطفال يعني اللي راح النهارده الاهلي عشان يختبر، وكان لابس تيشيرت الزمالك عادي جدا اهو زي ما حضرتك شايف كده. اللي على الشمال ده لابس تيشيرت الاهلي الاسود، واللي على اليمين لابس تيشيرت الزمالك الاسود، ومنتهى الاحترام والاستقبال ليه؟ اصل يا جماعه الموضوع مش مستاهل والله، يعني كلنا اخوات وكلنا البيت فيه اهلاوي وزملكاوي، اي بيت فيه اهلاوي وزملكاوي، فالموضوع عادي يعني. فشوف الاهلي استضاف الولد ازاي، مفيش اي مشكله خالص، نزل اختباراته، وما اعرفش دي الاستماره بتاعه الاختبارات ولا دي الاستماره اللي نجح من خلالها فهيروح للمرحله اللي بعد كده. وانا بقول لك الولد اللي كان في الاسماعيلي وجه اختبر النهارده في الاهلي، لو عنده فرصه هيروح يختبر في نادي الزمالك هيروح، ايه المشكله؟ ولو راح بتيشيرت النادي الزمالك من المفترض ان يتم استقباله بشكل جيد عادي، لا تقول له اقلع التيشيرت واقلع اللي انت لابسه ده بسرعه مش عارف ايه يعني، ليه؟ عشان ايه يعني؟ فده كان شيء مهم جدا، اتمنى التوفيق للجميع. على الصعيد الاداري امبارح كان في اجتماع لمجلس اداره النادي الاهلي، واجتماع كان مهم جدا يعني لاتخاذ بعض القرارات وقد تكون الاجراءات القانونيه فيما يتعلق ب بيان وزارة الشباب والرياضة اللي خرج يوم الخميس اللي فات، والأهلي أصدر قرار بخصوص لجنة عدم الشفافية والفساد بوزارة الرياضة. وفي الاجتماع زي ما حضراتكم شايفين كده مجلس إدارة النادي الأهلي استعرض البيان اللي صدر بخصوص اللجنة العليا لبحث الشكاوي الخاصة بعدم الشفافية والفساد بوزارة الشباب والرياضة، واللي ضمت بعض السادة المستشارين من أعضاء الهيئات القضائية لتحديد المسؤولية القانونية عن إهدار فرصة مصر في استضافة المباراة النهائية لدوري الأبطال، وما ترتب على ذلك من إخلاء بمبدأ تكافؤ الفرص بين ممثل الكرة المصرية ومنافسه. حسم البيان أن المسؤولية تقع كاملة على الاتحاد المصري لكرة القدم. هو البيان عمم المسؤولية بالمناسبة، عمم المسؤولية رغم ان المسؤوليه، يعني انا مش بعلق طبعا على البيان بتاع الوزاره، انا كان بقول لحضراتكم الكواليس ايه يعني. المسؤوليه كانت ملقاه على مسؤول بعينه داخل الاتحاد يعني بالمناسبه. لكن دون الاشاره في البيان الى كيفيه استعاده النادي الاهلي، انا لسه بكمل لحضراتكم البيان، استعاده الاهلي لحقوقه المشروعه في هذا الملف والتعويض عن الضرر الكبير الذي لحق به وعليه. وبعد أن كشف البيان هو بشكل قاطع عن كافة الملابسات، خلي بالك بقى من الكلام اللي جاي ده، بمنتهى الشفافية وحتى لا تتكرر مثل هذه الأخطاء ومع أي من أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد المصري في المستقبل، ينتظر النادي الأهلي وجماهيره وكافة المهتمين بالرياضة المصرية قيام الجهات ذات الاختصاص بتفعيل توصيات اللجنة القضائية. خلي بالك بقى من الكلمتين الجايين دول، لأن الكلمتين دول هم اللي فعلا موجودين فين في التقرير اللي اللجنة كتبته تمام وسلمته لمكتب الوزير. فالاهلي بيقول احنا مستنيين تفعيل توصيات اللجنه القضائيه، ايه هم؟ والاعلان رسميا عن محاسبه المسؤول عنها الاهمال والتقصير. وانا الكلام ده قلته لحضراتكم من 10 ايام، من 10 ايام تقريبا قلت لحضراتكم ان اتكتب في التقرير فعلا اتهام بالاهمال والتقصير لمسؤول بعينه، وكان في توصيه ما وحضراتكم اكيد عرفتوها، انا قلتها قبل كده برضو بخصوص خطاب كاف والذي ترتب عليه إهدار حقوق أدبية وفنية ومالية لمصر قبل النادي الأهلي، وطمأنت المؤسسات الرياضية على كل تعاملاتها مع اتحاد الكرة
وفي ذات السياق كلف مجلس إدارة اللجنة أو مجلس الإدارة اللجنة القانونية بالنادي بدراسة اتخاذ ما يلزم من إجراءات، والأهلي له الحق طبعا في التصعيد القانوني. ده فيما يتعلق بالبيان، ولسه مستمرين في المتابعة لهذا الملف لأن هو ملف مهم جدا بيهم الرياضة المصرية بشكل عام مش النادي الأهلي بس. خلينا نروح لفاصل، بعد الفاصل هنرجع نتكلم عن كل الكواليس اللي بتتعلق بالأهلي قبل مباراة الغد بإذن الله. استنونا. اهلا بحضراتكم مره تانية. مباراه القمه مباراه صعبه بكل تاكيد، فرقتين كبار جدا الاهلي والزمالك. هي مباراه الاهلي النهارده على ملعبه استاد الاهلي والسلام الساعه 8 بالليل بعد اقل من 3 ساعات من دلوقتي، وهي مباراه مهمه في مشوار المنافسه على بطوله الدوري ما بين الفرقتين. الزمالك عايز يكسب عشان يعطل الاهلي شويه، اللي ليه مباريات مؤجله هتخليه باذن الله لما يكسبها يبقى فارق عن الزمالك. في نفس الوقت الاهلي عايز يكسب الماتش ده عشان يفرق اكتر واكتر على الزمالك مع باذن الله توفيق من عند المولى عز وجل والفوز في المباريات المؤجله، فيبقى الرصيد او الفارق بحوالي 8 نقاط، فيبقى في اريحيه شويه في بطوله الدوري رغم ان هي مش هتكون حسمت تماما. فالمباراه كبيره ومهمه بكل تاكيد. ناس كتير جدا بتتكلم على ظروف الزمالك والاصابات، وناس كتير بتتكلم على ظروف النادي الاهلي برحيل المدير الفني وتواجد الكابتن سامي قمصان بشكل مؤقت، لكن كل الظروف دي سواء هنا او هنا مش مؤشر اطلاقا على ان مين اللي هيكسب في مباريات القمه. مفيش الكلام ده خالص، وشفنا ابرز مثال او اقرب مثال السنه اللي فاتت لما الاهلي قدر ان هو يفوز على الزمالك وهو ناقص من عنده حوالي 9 او 10 لاعبين، كسب 2-1 بهدفي محمد شريف. طيب قبل ما اخد فاروق سريعا خليني اقول بس بعض المعلومات المهمه، لان في ناس كتير جدا بتسالنا عن محمد الشناوي ومدى جاهزيته. محمد الشناوي جاهز للمباراه بنسبه 100%، لان امبارح خرج اشاعه ان الشناوي مصاب وتعرض لكدمه في اخر مران. الكلام ده مش حقيقي، والشناوي جاهز بنسبة 100%. ديانج خارج المباراة، أيمن أشرف بنسبة تفوق 95% خارج مباراة الأهلي والزمالك بسبب نزلة البرد، يعني لسه مش متأكدين كورونا ولا لا. خلينا نروح سريعا لزميلنا العزيز فاروق صلاح مراسل قناة الأهلي والمتواجد في هذه اللحظات داخل مقر النادي الأهلي أو مقر إقامة النادي الأهلي بأحد الفنادق القريبة من ملعب المباراة، نطمن من خلاله على كل الكواليس وإيه اللي بيحصل دلوقتي في معسكر النادي الأهلي. يا فاروق مساء الخير. كل التحية ليك يا أمير، وكل التحية لكل مشاهدينا ومشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان، ومن داخل مقر إقامة فريق النادي الأهلي وكواليس وآخر استعدادات فريق النادي الأهلي للقمة 124 لقاء اللي هيجمع ما بين الأهلي والزمالك في الجولة العشرين والمباراة المؤجلة من الجولة العشرين للدوري المصري الممتاز. طبعا زي ما أنت قلت يا أمير تقام على استاد الأهلي والسلام في تمام الساعة 8:00، إن شاء الله يوم يكون موفق للاعب النادي الأهلي النهاردة بإذن الله يا أمير. يا رب بإذن الله، وأنت لابس أحمر أهو، كلنا إن شاء الله متفائلين بإذن الله الأهلي يكسب النهاردة ويفرحنا كالعادة. لكن يا فاروق طمنا وطمن كل جماهير الأهلي على آخر استعدادات الفريق وعلى الحالة المعنوية عند اللاعبين والجهاز الفني بقيادة الكابتن سامي قمصان. يعني خليني في البدايه امير انوه الامر جدا، يعني واحده من المباريات الصعبه جدا، مباراه مهمه جدا في مشوار النادي الاهلي، وده كان محور كلام الكابتن سامي قمصان مع اللاعبين، عدم النظر تماما لاي اخبار تقال عن غيابات نادي الزمالك او تاثره بعدد الغيابات. اه يعني مجموعه من اللاعبين هتغيب عن هذا اللقاء كابتن سامي قمصان. وحاجه ثانيه امير من الامور، يعني انت عارف امير يعني على مدار فترتنا مع النادي الاهلي واحده من المباريات اللي فيه يعني فرض نوع من السريه التامه على الاستعدادات الفريق. الكابتن سامي قمصان الكابتن سند عبد الحفيظ موفرين سريه تامه للاعبين، حاله من الهدوء. انت عارف يا امير المرحله دايما اللي بعد رحيل جهاز فني ووجود مدير فني دي مرحله صعبه جدا، لكن تقدر تقول ان الامر ما خدش وقت كتير جدا للشخصيات اللي موجوده، وجود الكابتن سامي قمصان، الكابتن سند عبد الحفيظ، ايضا مع انضمام الكابتن محمد شرف، وتمتعهم بكم كبير جدا من الخبرات او التعامل النفسي مع اللاعبين سهل هذا الامر طبعا يا امير، خاصه ان انت يعني بعد رحيل مدير فني انت لعبت مع فريق الشرقيه للدخان ثم مباراه قمه، طبعا ظروف واجواء صعبه، لكن اطمنك على الاجواء اللي احنا لامسينها من اللاعبين. عايز اقول لك كده امير يعني زي ما كده اللعيبه نفسها متعاطفه جدا 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 مع الكابتن سامي قمصان، اللعيبه نفسها عايزه تعمل حاجه للنادي الاهلي، عايزه النهارده انها تركز في المباراه تحقق انتصار على النادي الزمالك، عارفين طبعا اهميه هذه المباراه بالنسبه لجمهور النادي الاهلي. دور كباتن النادي الاهلي، وانا عايز اتكلم على هذا الامر يا امير، كابتن وليد سليمان، كابتن محمد الشناوي، اللعيبه اللي موجوده رامي ربيعه، يعني دورهم كبير جدا في توفير، عايز اقول لك
دورك كلاعب، لكن كمان انت بتحاول تساعد المدير الفني، بتحاول ان انت يعني وده امر مهم جدا يا امير. انت عارف ان النادي الاهلي دايما بيتميز بهذا الامر، دور الكباتن ودور اوضه اللبس مع دور الكابتن سيد عبد الحفيظ في استعدادات الفريق. كابتن سامي قمصان طبعا على مدار اليومين الماضيين طبعا اشتغل تدريبات مهمه جدا، اشتغل على اكثر من شق، اتفرج على طبعا مباراه نادي الزمالك والوقوف على الايجابيات والسلبيات والتحضير النفسي اللي تقدر تقول ان مباراه لعيبه، وفي جزء طبعا للمدير الفني وجزء كبير جدا طبعا. فدي الامور اللي شغال عليها كابتن سامي قمصان، التحضير النفسي للاعبين، التجهيز، خلق الدوافع للاعبين. وكمان يا امير انت بتركز على المرحلة القادمة، مرحلة النهاردة ان انا ان شاء الله احقق الفوز على فريق الزمالك في هذه المباراة، عندي ثلاث مباريات مؤجلة ان شاء الله يكون فيهم ان شاء الله الفوز حليف النادي الاهلي تتسيد او تتصدر جدول المسابقة. كابتن سامي قمصان شدد على هذا الامر، قال فريق الزمالك معاه مدير فني كويس جدا ممتاز جدا، طبعا مستر جوسفالدو فيريرا واحد من المدربين المميزين وعارف عنده خبرة طبعا في التعامل مع مباريات النادي الاهلي. كابتن سامي قمصان يعني في الفندق امير في تفاؤل عند الكابتن سامي، في ثقة هو ونبع من اللي بنشوفه من اللاعبين، الاحاديث الجانبيه اللي ما بين اللاعبين النهارده تقدر تقول كابتن وليد سليمان مع الكابتن محمد الشناوي مع رامي ربيعه جلسه مع اللاعبين يتكلموا مع اللاعبين، الجلسات الثنائيه محمد مجدي قفشه مع محمد شريف. انت عارف يا امير هي الروح اللي احنا دايما بنستمد الثقه والتفاؤل من الروح اللي بنشوفها من اللاعبين في مقر اقامه فريق النادي الاهلي يا امير. اكيد كلها امور مهمه، لكن الاهم برضو يا فاروق عايزين نطمن الجمهور، يعني ماتش النهارده وماتش صعب جدا والكلام والاحاديث كتيره جدا على مدى جاهزيه بعض اللاعبين. بالتحديد انا قبل ما اخدك دلوقتي على الهواء على طول قلت ان الشناوي جاهز بنسبه 100% للمباراه، وعايز برضو تاكد لنا على المعلومه دي، وبرضو الجزئيه اللي بتتعلق بديانج وايمن اشرف. يعني خليني اقول لك في البدايه يا امير باكد لك جاهزيه طبعا الكابتن محمد الشناوي واحد من الحراس المميزين في القاره السمراء وفي النادي الاهلي، باكدك جاهزيه محمد الشناوي لهذه المباراه، ما فيش اي ما يعيق الكابتن محمد الشناوي لهذه المباراه، على الرغم طبعا موجود عندنا طبعا حراس مميزين. طبعا شفنا اخيرا مصطفى شوبير لما ظهر واحتاجه النادي الاهلي ظهر باكثر من صوره اكثر من رائعه، لكن خليني برضو احسم لك الامر لغياب ديانج هيبقى صعب جدا طبعا لحق ديانج بالمباراه في هذه المباراة. وايضا برضو اكد لك على ايمن اشرف طبعا صعب جدا هيكون صعوبه في لحق ايمن اشرف وديانج بهذه المباراه، ايمن اشرف طبعا بيغيب طبعا لنزله برد، لكن انا باكد لك خلاص هيبقى خارج المباراه سواء ايمن اشرف او اليو ديانج امير. تمام، يعني كده ايمن اشرف واليو ديانج رسمي خارج هذه المباراه. وفي كل الاحوال يعني عندنا ما شاء الله قائمه مميزه من اللاعبين ايا كان مين اللي هيلعب. طبعا انضمام اللاعبين الدوليين امبارح يعني خدوا مران اكيد مهم يا فاروق، وعلي اكيد علي معلول جاهز، حمدي فتحي، كل الدوليين جاهزين، وياسر ابراهيم وكل الناس اللي كانت في المنتخبات، وايضا بيرسي تاو. طمنا على حالتهم البدنيه كمان تحديدا. عايز اطمنك يا امير بالفعل على هذا الامر، واقدر برضو من خلالك يعني احاول اقربك اكتر كمان من معسكر نادي الزمالك والتشكيل الاقرب لنادي الزمالك لهذه المباراه. يعني اللي احنا لامسينه اللعيبه الدوليين، علي معلول باكد لك جاهزيه علي معلول، بيرسي تاو، كافه اللاعبين، طاهر محمد، طاهر اللي ظهر بشكل اكثر مره، محمد محمود، حسين الشحات، عبد القادر. لا في امير حاله معنويه كبيره جدا عند اللاعبين، الجاهزيه اللي عند اللاعبين كلها امور طبعا دي تقدر بتساعد الكابتن سامي قمصان في التدريبات، بتساعد في التحضير النفسي للاعبين، باكد لك جاهزيه كافه اللاعبين ودور اللاعبين. ايضا يعني الفتره الاخيره والمرحله الاخيره خلاص اللعيبه خلاص مركزه، دلوقتي عندنا مرحله صعبه جدا ومرحله مهمه جدا، لازم ان شاء الله ان احنا يعني ان شاء الله اللعيبه تكون في كامل تركيزها النهارده ونحقق الفوز على نادي الزمالك. عايز اقربك يا امير ايضا من نادي الزمالك والتشكيل الاقرب لنادي الزمالك لهذه المباراه. طبعا منورات وغيابات طبعا في نادي الزمالك، وغياب اكثر من 7 لاعبين عن هذه المباراه، لكن مستر جوسفالدو فيريرا طبعا في التدريب الاخير تقدر تقول حسم الامور لطريقه 4-2-3-1، هيكون في حراسه المرمى محمد عواد، هيكون قدامه 2 مساكين محمود الونش ومحمد عبد الغني، هيكون محمد عبد الشافي في الشمال ومحمد طارق في الجانب الايمن. يعني هو برضو امير في بعض المناوره اللي بيعملها مستر جوسفالدو فيريرا يلعب بمحمد طارق او عبد الله جمعه في مركز الظهير الايمن، في نص الملعب هيلعب بامام عاشور ومحمد اشرف رؤى، وقدامهم اللاعب اوباما، على يمينه احمد سيد زيزو، على شماله اشرف بن شري، وفي الهجوم عمر السعيد. ده التشكيل الاقرب امير بنسبه 99% بالنسبه لفريق الزمالك للتدريبات الاخيره لنادي الزمالك.
ان شاء الله الاهلي يكون موفق يا فاروق. انا بشكرك شكرا جزيلا زميلنا العزيز فاروق صلاح مراسل قناه الاهلي من مقر اقامه الفريق قبل التحرك لاستاد الاهلي والسلام، وخوض هذا اللقاء الهام النهارده باذن الله الساعه 8 مساء. ان شاء الله الاهلي يكون موفق، مباراه صعبه بكل تاكيد. نادي الزمالك فريق كبير ومميز حتى لو في غيابات كثيره، لكن برضه فرقه ثقيله، فلازم يكون الاهلي يعني عامل كل حساباته في هذه المباراه من خلال الكابتن سامي قمصان اللي بنتمنى له يا رب كل التوفيق في هذه المباراه. نروح لفاصل سريع، بعد الفاصل نرجع نكمل، استنونا. طيب يعني لقطات الحركه، لقطات الحركه كنتوا بتشوفوها دلوقتي، دي لقطات من دخول لاعبي النادي الاهلي للمحاضره الاخيره قبل مباراه اليوم وقبل التحرك مباشره. يعني المحاضره تستغرق حوالي يعني من ربع لنص ساعه بالكثير قوي قوي، بعديها مباشره الفريق يتحرك لاستاد الاهلي والسلام باذن الله بدعوات جماهير النادي الاهلي، يكون موفق في هذه المباراه الصعبه بكل تاكيد مع فريق محترم ومميز زي فريق نادي الزمالك. في غيابات عند الزمالك؟ في غيابات، هي مؤثره بصراحه مؤثره. يعني ما تيجي تتكلم مثلا على حازم امام والمسلوسي الاثنين في مركز واحد، فبالتالي هيلعب ناشئ مثلا اسمه محمد طارق، فدي حاجه تقلق جماهير نادي الزمالك بصراحه. تمام، لما يغيب مثلا واحد زي طارق حامد في نص الملعب، لعيب تقيل جدا ومهم جدا في نص الملعب بسبب الاصابه وبيتعالج في اسبانيا، فبالتالي برضو غياب مؤثر. لما تيجي مثلا تتكلم على محمود علاء عنده خبرات في خط الدفاع، غياب برضه مؤثر. ايا كان بقى بنختلف او نتفق على مستواه، لكن برضه لعيب دولي كان موجود في المنتخب مؤخرا. سيف الدين الجزيري، سيف الدين الجزيري من المهاجمين المميزين جدا، لعب مباريات قمه قبل كده والماتش الاخير حتى اللي احنا بنشوفه اللقطات ليه ده ماتش 5-3، ماتش تاريخي طبعا، كان شارك وساهم في ضربه جزاء صحيحه بقى غير صحيحه مش مشكله يعني لكن المهم لعيب مهم. هو الراجل لعب او اتمرن امبارح في مران نادي الزمالك بشكل كامل، لكن قرار فيريرا هو يعني استبعاده من القائمه، ربما زي ما بيقال ان هو ما كانش جاهز الجاهزيه التامه، والفتره اللي فاتت كان مع منتخب تونس، فبالتالي فيريرا شايف ان هو مش محتاجه. دي حاجه ممكن تكون غريبه شويه. انا بشوف كمان من ابرز اللاعبين هنا علي معلول، بالمناسبة خلينا في اللقطة دي، هو هنا علي معلول بيحيي نفسه ولا بيحيي مين؟ هو بيحيي مين هنا؟ الجماهير. ده معنى ايه؟ ان ماتش الدور الاول كان بجماهير، ماتش الدور الاول كان بجماهير، لان امبارح فوجئنا بخطاب نادي الزمالك ان احنا عايزين مبدا تكافؤ الفرص، الماتش الاولاني كان من غير جماهير، فعايزين الماتش الثاني يبقى من غير جماهير ويبقى على استاد القاهرة، مش عارف ازاي بصراحة، لكن هو طبعا الماتش كان بجمهور. المهم فتوح احد ابرز اللاعبين في مصر في مركزه بصراحة كباك ليفت، بيغيب بسبب كورونا، كان عنده كورونا وكان عنده حادث سير، يعني تعرض لحادث سير نتمنى له رب الشفاء قبل معسكر المنتخب، فبالتالي مش جاهز. برضه بشوف ده من ابرز الغيابات عند نادي الزمالك رغم ان متواجد عبد الشافي لعيب مميز جدا. بص كم الغيابات اللي عند الزمالك دي، ما تقولش ابدا ان الزمالك هيخسر، لا ما فيش كده في القمه خالص. ماتش متكافئ في كل الاحوال، ماتش متكافئ، فرقتين كبار عندهم خبرات عديده، اسماء كبيره ايا كان الغيابات هنا او هنا، فما تقدرش تتوقع ابدا. اي حد يقول لك الاهلي كسبان الماتش ده من قبل ما يلعب يبقى بيهزر، ما بيفهمش في الكوره. اي حد يقول لك الزمالك كسبان الماتش ده من قبل ما يلعب برضه يبقى ما بيفهمش في الكوره. معلش يعني ليه بقى؟ لان احنا اتعودنا دايما على مدار التاريخ ايا كان الفريق اللي بيبقى يعني كفته اربح ممكن يخسر جدا، زي ماتش حضراتكم شايفينه ده. يعني الزمالك كان كفته ارجح مكتمل العدد افضل من الاهلي في الوقت ده، الاهلي كان عنده غيابات كتير جدا 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 في فرقته، بقى حوالي 10 او 11 غياب مؤثر منهم الشناوي مثلا، كان في ناس كتير وكسبنا 2-1، الاهلي كسب 2-1 وكان تالق علي لطفي تالق مبهر بصراحه. الماتش ده كمان من الماتشات اللي انت ما كنتش تعرف مين اللي هيكسب فيها، خلص تعادل 1-1، هدف صلاح محسن واعتقد فرجاني ساسي في الاخر.
فما اي حد يتنبأ بنتيجه المباراه ممكن نتوقع كلام من ده كتوقعات اللي هو لمجرد ان احنا بنتوقع وبنهزر وكلام من ده، لكن تجزم بفوز فريق على التاني لا، ده امر يعني صعب جدا في مباريات زي دي، مباريات قمه، فرقتين تقال قوي قوي قوي. فهننتظر ونشوف، وباذن الله نتمتع، احنا عايزين نتمتع بالماتش. طبعا هو الاهم من المتعه بصراحه بالنسبه لي الاهلي يكسب، يعني عشان ابقى دغري وصريح معاكم ما اقعدش يعني الف وادور بصراحه يعني. لكن ايه المشكله ما الاهلي يكسب وماتش يبقى ممتع؟ فيها حاجه دي؟ ما فيهاش حاجه دي. فان شاء الله باذن الله الماتش يبقى حلو والاهلي كمان يكسب ويمتعنا اكتر واكتر باذن الله تعالى. حضور الجماهير اكيد هيبقى متواجد، عدد من جماهير نادي الزمالك وعدد من جماهير النادي الاهلي، ملعب او استاد الاهلي والسلام من الملاعب المميزه جدا وارضيتها جيده جدا، الملاعب اللي واخده الموافقات الامنيه كامله، واتلعب عليه ماتشات كتير جدا بجماهير للاهلي على مدار مباريات بطوله دوري ابطال افريقيا وبعض المباريات المحليه. نيجي نتكلم مثلا على واحد زي قفشه، هيبقى ليه اكيد دور مهم جدا النهارده لو ابتدى اساسي في ظل غياب ديانج. اعتقد قفشه هيلعب اساسي، هتقول لي ما ده مركزه غير ده، لا هقول لك لو ديانج موجود كان ممكن يبقى في تفكير ان يبقى ثلاثه في نص الملعب، ديانج وسوليه وحمدي، وقفشه يبقى ورقه رابحه. لكن في ظل غياب ديانج على فكره اللي يعوضه كوكا، وما تستبعدش ابدا ان كوكا يكون موجود من ضمن المفاجات الوارد حدوثها، احنا مش بنتوقع حاجه او بتاع، بنقول ممكن يعني بنحاول نقرا المشهد. فبالتالي لو كوكا ما ابتداش اساسي مع السوليه وحمدي او على حساب حد فيهم، وانا بستصعب القصه دي رغم انه لعيب تقيل قوي كوكا في الحقيقه وعمل ماتشات كبيره قوي الفتره اللي فاتت، فبالتالي قفشه مهم جدا اكيد تواجده في الملعب، برده قرار خاص بالكابتن سامي قمصان، ليه قراره اكيد ان شاء الله نتمنى له التوفيق. لكن قفشه سواء ابتدى اساسي او كبديل اكيد باذن الله هيبقى مؤثر بالنسبه لفريق النادي الاهلي. تعالوا شويه نتكلم على بعض الاحصائيات اللي بتتعلق بمباريات القمه على مدار التاريخ، ونبتدي بتاريخ مواجهات الاهلي والزمالك في الدوري. والفرقتين لعبوا بعض في الدوري زي ما حضراتكم هتشوفوا دلوقتي حالا على الشاشه كده اهو، 123 مباراه ما بين الاهلي والزمالك. الاهلي فاز في كام ماتش؟ 47 ماتش. والزمالك فاز في كام؟ 27 ماتش، يعني فرق 20 ماتش للاهلي. التعادل في 49 مباراة كان حاضر بين الفرقتين. الأهداف الأهلي سجل في شباك الزمالك في مباريات الدوري في التاريخ كله 157، في المقابل الزمالك سجل 108 أهداف فقط. كمان تعالوا نروح لموقف الفرقتين في الدوري قبل مباراة اليوم. فبالتالي الأهلي لعب 17 مباراة، الزمالك لعب أكتر من الأهلي 20 مباراة. الأهلي فاز في 12 ماتش، الزمالك فاز في 14 ماتش. التعادل الاهلي تعادل 4 مباريات، الزمالك تعادل ماتشين بس. الخساره الاهلي كسب او خسر مباراه واحده، والزمالك خسر 4 مباريات. اهداف للاهلي كانت 38 هدف حتى الان في بطوله الدوري هذا الموسم، الزمالك 34 هدف حتى الان في بطوله الدوري هذا الموسم. الاهلي استقبل 12 هدف فقط، واعتقد هو اقوى خط دفاع مع وضع في الاعتبار انه لعب عدد ماتشات اقل. والزمالك استقبل 20 هدف، وانا بشوف ان ده يعني عدد مش قليل. النقاط الاهلي 40 نقطه والزمالك 44، هو المتصدر الزمالك، لكن الاهلي ليه مباريات مؤجله لو فاز فيها هيبقى هو المتصدر وبفارق من النقاط المريح. فان شاء الله نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي. النهارده بقى طاقم التحكيم مهم قوي، طاقم تحكيم اجنبي. وبعد ما حدث في مباراه الدور الاول والتصريحات اللي تبعت او اللي كانت بعد هذا اللقاء ما بين الاهلي والزمالك، تصريحات الكابتن محمد عادل وما يتعلق بالاحتواء وما شابه ذلك يعني، فكان مهم قوي ان يبقى في حكام اجانب. جه حكام اجانب اللي حضراتكم هتشوفوهم دلوقتي على الشاشه دول، انا كنت اتمنى ان يبقى حكام اجانب يعني افضل من كده، من الصف ومن الناس اللي احنا عارفينهم قوي دول اللي هم بنشوفهم في الدوري الانجليزي ما بيهزروش دول، وفي الدوري الاسباني وكده هو حكم اسباني، لكن يعني مش اللي هو عنده تاريخ كبير جدا في اداره بعض المباريات المميزه، لكن في كل الاحوال وارد جدا ان هو يبقى حكم كويس ونتمنى له التوفيق. مين هو الحكم؟ خوسيه لويس مونويرا، وحكم مساعد اول انيجو بريتو، ومساعد ثاني دييجو باريبيو، وحكم رابع سيزر سوتو، وحكم تقنيه الفيديو لويس جونزاليس، ومساعد حكم تقنيه الفيديو الاسباني ميد جيمس. دول حكام اسبان كلهم لاداره مباراه القمه النهارده، نتمنى لهم يا رب كل التوفيق. يعني دي ابرز الارقام وابرز الاحداث قبل انطلاق مباراه اليوم الهامه بين الاهلي والزمالك. هروح فاصل سريع بعد الفاصل نكمل، يلا بينا.
اهلا بحضراتكم مره تانية. تعالوا نشوف ايه اللي اتكتب على مباراه اليوم بين الاهلي والزمالك على السوشيال ميديا، ونبتدي بترند الاهلي، ونبتدي كمان بحساب كوره بلس على تويتر، واللي بيقولوا ان سامي قمصان المدير الفني للفريق في هذه المباراه يفاضل بين هذا الثنائي الهجومي قبل مواجهه الزمالك. مين هم الثنائي الهجومي؟ طاهر محمد طاهر وحسين الشحات، بيشوف مين اللي يلعب على حساب مين. هو الميزه في الموضوع ان الكل الحمد لله جاهز، يعني بخلاف مثلا ديانج وايمن اشرف، لكن الكل جاهز وعبد المنعم طبعا. فبالتالي انا بتكلم على الخط الامامي تحديدا، في خيارات عديده للكابتن سامي قمصان، في بيرسيتا وفي حسين الشحات، طاهر، أفشة، شريف، حسام حسن، في ناس كتير جدا قدام. ان شاء الله يكون موفق في اختيار الانسب لهذا اللقاء، سواء كابتدا اساسي او كورقه رابحه وبديل للنادي الاهلي في الشوط الثاني مثلا. المصري الرياضي بيتكلموا ضربه للاهلي قبل القمه، نزلت برد تهدد مشاركه مدافع الفريق امام الزمالك، وهو خلاص ايمن اشرف خارج القمه يا جماعه رسميا، هو وديانج بسبب نزله البرد، ايمن اشرف وديانج بسبب الام في الركبه. يلا كوره هنا بيتوقعوا تشكيل الاهلي لمباراه اليوم، قالوا ان في حراسه المرمى هيبقى محمد الشناوي. مش عارف الاشاعه بتاعت الشناوي دي خرجت على اساس امبارح بصراحه، لكن الحمد لله هو جاهز مفيش اي مشكله. وحتى لو مش جاهز الشناوي عندنا حراس مميزين جدا، سواء علي لطفي، بس علي كده كده بعيد بسبب الاصابه، لكن مصطفى شوبير شفناه مؤخرا ما شاء الله عليه يعني. فبالتالي الشناوي في حراسه المرمى تبقى يلا كوره. في خط الدفاع رامي ربيعه هيعوض ايمن اشرف، ووارد بدر بنون، لكن الاجهز رامي، ياسر ابراهيم هيكون موجود، محمد هاني وعلي معلول. في نص الملعب عمرو السوليه وحمدي فتحي، معاهم أفشة، وقدامهم احمد عبد القادر، حسين الشحات، ومحمد شريف. ده توقع يلا كوره. ماشي، في الجول وارقام في القمه، ماذا يفعل الاهلي والزمالك في مباريات الدور الثاني بالقرن الحالي؟ لعبوا كم ماتش في مباريات الدور الثاني بدايه من عام 2018؟ مباراه الاهلي فاز في كام؟ في 7. الزمالك فاز في كام؟ في 6. التعادل كان بين الفرقتين في 5 مرات، يعني الاهلي فاز اكتر، بس كل ده مش مقياس برضه، انا مش بعترف بموضوع الارقام ده يا جماعه بالمناسبه، ملهاش اي دلائل يعني بصراحه. يلا كوره بيتكلموا على مباراه القمه الاخيره بين الاهلي والزمالك في الدوري، واللي خلصت بفوز الاهلي 5-3، ودي كانت اكتر قمه تشوف اهداف، يعني نشهد من خلالها عدد وافر من الاهداف، 8 اهداف. ده اعتقد ما فيش مباراه في تاريخ القمه ما بين الاهلي والزمالك كان فيها عدد اهداف تجاوز الثمان اهداف او حتى وصل لهذا العدد يعني. فدي كانت حاجه كويسه، والمباراه كانت ممتعه بالمناسبه بشكل كبير جدا، وكانت ممكن تخلص باكتر من كده، بس يلا بلاش نرجع للي فات. سبورت 360 وحسابهم على تويتر بيتكلموا على ثلاثي الاهلي الهجومي اللي هم مين؟ بيرسيتا وأفشة وشريف، جابوا كام جون؟ جابوا 26 هدف. ثلاثي الزمالك الهجومي مين هم؟ زيزو، بن شرقي، وعمر السعيد، جابوا كام هدف؟ 25 هدف. مين اللي هيكون اكثر تاثيرا؟ الاثنين مؤثرين طبعا، والاثنين الجماهير يعني مهتمين جدا وبيعقدوا عليهم امال كثيره للغايه في هذه المباراه. ناخد تفاعل حضراتكم معانا من خلال سؤال الحلقه، توقعاتكم لنتيجه المباراه، ومين كمان اللي يجيب الاهداف؟ نبتدي بحماده الاهلاوي وبيفتخر، قال ايه؟ 3-1 للاهلي ان شاء الله، شريف وطاهر وعلول. ماشي. احمد الكفراوي ماشي، قال 3-1 للاهلي باذن الله. ماشي يا ابو حميد. تعالى كمان ناخد عامر، تمام، قال فوز الاهلي 6-1، نتيجه كبيره جدا حصلت قبل كده لكن بعتقد ان فيها صعوبه يعني. سمير فؤاد، فوز الاهلي 3-0 ان شاء الله، يا مسهل يا رب. كمان ناخد ايمه سيد، وقال الاهلي 3-1، وشريف وقفش الشحات، والزمالك احمد السيد زيزو احد ابرز نجوم نادي الزمالك يعني في الحقيقه، واكثرهم تاثيرا مع الفريق. احمد الخطاط قال 3-1 للاهلي، اهداف الاهلي هيكون شريف والسوليه وقفشه، وهدف الزمالك زيزو. يعني دي ابرز توقعات حضراتكم لنتيجه المباراه النهارده، ومين كمان يحرز الاهداف. ان شاء الله باذن الله اتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي في مباراه اليوم، يقدر ان هو يفوز وياخد 3 نقاط جديده في مشواره نحو استعاده لقب الدوري الهام، واعتقد دي محطه من المحطات المهمه جدا جدا، لو الاهلي كسب فيها هيقطع من خلالها شوط كويس قوي قوي في المنافسه على بطوله الدوري، سواء انت بتنافس مع الزمالك او بيراميدز، فهتبقى مباراه مهمه بالنسبه لك. فبالتالي وانا بختم بتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي، هنترقب هذه المباراه وننتظرها ونتمتع بيها باذن الله، وبكره ان شاء الله في حلقه جديده من نفس البرنامج
هنعلق على احداث هذا اللقاء وان شاء الله نكون بنبارك لبعض فوز النادي الاهلي. دي كانت حلقتنا النهارده من ترند، ليس لدينا المزيد، وغدا كل الجديد في حلقه جديده من نفس البرنامج، فاستنونا. الى اللقاء.